زي النهاردة، وتحديدا يوم 23 يوليو 1952، اجتمع في المكان ده وهو مجلس قيادة الثورة الضباط الأحرار، وهم محمد نجيب يوسف، جمال عبد الناصر حسين، محمد أنور السادات، عبد الحكيم عامر، وصلاح سالم، وجمال سالم، وخالد محي الدين، وزكريا محي الدين، وعبد اللطيف البغدادي، وحسين الشافعي، وكمال الدين حسين، ويوسف صديق، وحسن إبراهيم. اجتمعوا كلهم بعد ما أعلنوا سقوط الملكية وبداية الجمهورية. خلينا في المكان ده من الناحية التانية من النيل برضو، اللي بيعرض لنا مجلس قيادة الثورة، عشان نقول البيان اللي قاله ساعتها الضابط أنور السادات: بني وطن، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل الجيش رجالا نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. ده كان جزء من البيان اللي ألقاه الضابط وقتها محمد أنور السادات. في نفس اليوم استقالت وزارة أحمد نجيب الهلالي، واللي مسكت الوزارة بعدها وزارة علي ماهر في 24 يوليو. وبعدها تنازل الملك فاروق عن العرش وذهب إلى إيطاليا. وفي 18 يونيو 1953 أصدر مجلس قيادة الثورة بيان بإعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي في مصر. هنا مركز قيادة الثورة، حيث كتب التاريخ يوم 23 يوليو 1952. كنت معاكم أنا أسامة طلعت من مجلس قيادة الثورة.